اطمئن انك ليك غد عظيم سيصنعه الرب معك في الايام القادمه. قول له يا رب اديني نعمة، انا مصدق ان في مجد عظيم جاي، اليس هذه نعمة الله؟ اهلا بكم احبائي مشاهدي قناة الطريق، نحن الان في برنامج الغد العظيم، برنامج يتحدث بنعمة الله إننا من مجد إلى مجد، ولا يعني إني أقصد من مجد إلى مجد فقط للأغنياء والعظماء ذو صحة، وأنت في كل الظروف أن مجد الله في حياتك واضح، يعطيك أكبر مثل وأكبر مشهد إني القيود في ايدين بولس ورجليه مقيدة وفي السجن الداخلي والسجن مظلم، لكن يقول الكتاب المقدس وكانوا يسبحون الله، مش بس انهم هم اللي بيسبحوا وبيتعزوا، الحيطان كمان كانت بتعزية، يعني بدأت تهتز تتحرك حيطان السجن والابواب المجفله اتفتحت. الابواب دي ليها يعني من ساعه ما بنى السجن بتتقفل بالليل تتفتح الصبح، اول مره تنفتح. بصلي يا رب ان اجعل لنا غد عظيم، الاخ اللي عمره ما اتفتح من 50 سنة يتفتح النهارده على ربنا، وتتفك جيود ويرنم ويرقص ويهدب للرب. يا اخي الابواب اتفتحت، يا اخي ابواب السجن اتفتحت والحيطان اتحركت، والحيطان اتحركت لما سبح بولس وسيلة. يا رب ادينا نعمة. حديثي معكم في قصة جميلة جدا، هي موجودة في إنجيل لوقا أصحاح 4 عدد 38 وعدد 44، عشان الوقت أنت ممكن تراجعها. لوقا أصحاح 4 عدد 38 و 44 إلى 44، قصة شفاء حماة بطرس. يقول الرب ودخل يسوع إلى بيت سمعان. كلام جميل، الله لما بيدخل بيت يديله طعم تاني. دخل بيت مريم ومرسى، كانت النتيجة ان الرب اقام لعازر بعد فترة معهم من دخول البيت. دخل يسوع بيت زكا فخلص زكا واهل بيته. رجل الله أليش الذي يمثل الله دخل بيت الشنومية فالرب أعطاها النسل. يسوع دخل في الفرح، وكان هيبقى فيه فضيحة كبيرة لأن الخمر فرغت، لكن صنع معهم خمر جيد. أوعى تندم، أوعى تندم إنك تدخل يسوع في بيتك، إنك دخلته. تقول إحنا من ساعة ما بقينا مؤمنين وشفنا من المؤمنين ندمان، يعني مدمان ان يسوع دخل بيتك؟ عاود جوا بيتك الخمر والشيطان وعيالك يجروا وبناتك يمشوا يمين وشمال؟ للاسف ناس كتير ابليس بيضحك عليها. ما حاجه من الاثنين، اما تكون انت ومراتك وعيالك بتصلوا وبيسوع، اما يكون في البيت شيطان. يجي واحد يجي لي البت ضاعت، الواد ضاع،
الواد جرؤه. هو انت امتى كنت عاطي لبيتك فرصه صلاه؟ امتى بتصلي مع عيالك؟ ارقام ارقام من البيوت ما تتعدش اولادهم بيبتدوا ياخدوا برشام، واساسا اولاد مؤمنين كانوا منهم الاب مؤمن قوي او الام نص، لكن البيت ما فيهوش تواجد عباده وتسبيح وصلاه وقراءه الكتاب. اذا ما دخلش يسوع البيت هتدخل حاجه تانية. لما دخل يسوع الى بيت سمعان بطرس يقول الكتاب فكانت حماته مطروحه مريضه بالحمى. وانتوا عارفين مرض الحمى بيعمل ايه؟ مرض الحمى بيزود الحراره، وتلقى الحراره لما تزيد تلقى الواحد بيخترف يقول كلام، يقول اي كلام بيخترف، يعني كلام اي كلام يقوله. ده اللي حاصل في الايام اللي احنا فيها، ان الكنايس اللي ما فيهاش يسوع اللي مسيطر عليها يقول الكتاب المقدس يعني سب البيت، قال لهم بيتكم بيتكم ما بيعيش بيتكم، بيت الكنيسه بقت بيتكم مش بيتكم. تقدر تغير حاجه بالكنيسه؟ تقدر تعمل حاجه جديده بالكنيسه؟ تقدر حد يقول رب اعمل رب عاوز يعمل كده يعمل؟ لا، ده نشوف فلان عشان نشوفه ده يعمل ايه. احنا بنرجع مش للرب. هل في يوم من الايام قعدت حضرات اللجنه التنفيذيه او اللجنه الكنسيه اسف لجنه الكنيسه تصلوا وتسالوا ربنا هندعي مين في الكنيسه نقدم؟ الخادم اللي بيدعوه ده صديق للاخ فلان المسؤول في الكنيسه، ندعي فلان عشان كله علاقات، كله ده علاقات. ما دام القسيس يحب الاخ ده يجيبه، مش بندعي خادم ربنا بيقول لنا ادعوه. لا، ممكن يكون في حاجه تانية. الخادم ده لما بيجي الشعب بيكتر والعطا يكتر، برضه ده مهم قوي، ده ما يتسابش، ده يتحط في النهضه. المرنم ده لما يجي بيلم الشباب وشابات كتير قوي في الكنيسه ويجمع فلوس كتير. ده هو عاوزين المرنم ده، بيبقى في خمسه سته مرنمين سبعه هم دول اللي بيعملوا الزحمه. بينما يسوع مختلف تماما، اني مش هدفه الزحمه. 120 واحد من الالاف اللي بوعظها ملاهم بالروح خرجوا الى العالم عملوا شيء عظيم. بسال سؤال، هل يسوع في مكانه في البيت؟ واخذ وضعه في البيت؟ هي كنيسة الرب يسوع ولا كنيسة العيلة فلان ولا كنيسة الشيخ فلان ولا فلان اللي نخاف من؟ لا، دي كنايس الناس. قلت قصة وعاوز احكيها مرة تانية. واحدة اخت بسيطة جوزها اتنقل من القرية الى المدينة في حي راقي شديد جدا، شغل بواب. هيشتغل ايه الراجل الغلبان ده اللي جاي من الظروف الصعبه واتنقل؟ يعني اشتغل بواب. الست دي كمؤمنه وست تقيه مراته وليها علاقه مع ربنا في الكنيسه وما بتقصرش عن الكنيسه، قعدت تفتش في المنطقه دي الراقيه الفخمه لقيت كنيسه. هتعبت فيها تسمع ترنيم وتصلى، دخلت الكنيسه. ولما دخلت اعجبت بقت تروح. بعد ما الناس مشوا كلمت القسيس، قالت له يا قسيس انا اخت مؤمنه بصلي في كنيسه في بلدنا، وانا اتعلمت حاجه اني
احب اكون عضو في الكنيسه، بعاوزك تجعلني عضو في الكنيسه عشان احط اشتراكاتي بالكنيسه واحط عشوري بالكنيسه. الاساس بص لها فوق من تحت يعني بلبسها وهي، قال ايه عضو دي حاطه بالكنيسه؟ ده انا عند المستشار فلان ورجل الاعمال فلان والدكتور الجراح فلان والدكتور ما اعرفش اللي راجل كذا وصاحب مصانع كذا، لا الدكاتره يعني ده كنيسه دي احط انا بالكنيسه. بعد كده لما عينها اعمل لها عضويه بالكنيسه، كل بوابين اللي جايين من الصعيد ومن هنا يدخلوا الكنيسه اعمل لهم اعضاء، يجوا البوابين وزوجاتهم بالكنيسه، وتبتدي الكنيسه يروح منها المستشارين اذا يقعد بجار واحده بوابه ولا بجار يقعد واحد بواب. ما رضيش، راح مره تاني قالت له، قال هشوف الموضوع ده حاضر. مره تالت قال انا حاضر حاضر بس اديني فرصه. زعلت وتحطمت وتضايقت قوي وما راحتش كنيسه تاني. وبعدين القسيس داخل العماره بيزور، فتر البوابه دي هي طبعا ما خدتش عنوان ولا عاوزها يعني، فليها في الوش. قال لها انت هنا؟ قالت له انا شغاله في العماره دي. قالت له الدكتور فلان اللي في الكنيسه عندنا هو، قالت له ساكن بالدور كذا. فكسف الرجل، انت ما بتجيش ليه الكنيسه؟ قالت له يا قسيس ربنا كلمني على كنيستك. انا قال لك ايه ربنا على كنيستي؟ عايزه لما انا قلت لك عاوز عضو مره واثنين وثلاثه وحضرتك ما رضتش تضمني عضو. قال اه. قال لما بكيت ونمت باكيه الرب جالي بالليل وانا نايمه. قال لها بتبكي ليه؟ زعلانه ليه؟ قالت له يا رب لو كنت دكتوره، لو كنت انا طلعت من بيت ناس اغنياء كان القسيس عمل لي حفله لانضمامي وهيصوني في الكنيسه. ده انا 3 مرات بطلب منه بانكسار ضمني عضو عندك، ما رضيش. يا رب انا زعلانه للظروف اللي انا اتحطيت فيها، يعني لو كنت انا غنيه ما كانش يعمل لي حفله. قال للاسف الشديد هي الكنيسة دي يا بنتي هي كنيسة مين؟ قالت له كنيستك يا رب. قال لو انت زعلانة زعلانة؟ قالت له انا زعلانة. قال لها انا صاحب الكنيسة، انت بتدخلي وتطلعي بتدخلي وتطلعي في الكنيسة، انا صاحب الكنيسة لي 20 سنة ما دخلتهاش، انا ما دخلتش الكنيسة، انت بتدخل وتطلعي، ما انت احسن مني كتير انك بتدخل وتطلعي. احبائي ليدخل الله بيوتنا ونسأله يا رب ان في واحدة مريضة بمرض الحمى، مريضة بمرض الحمى زي ما قلنا بيختترف، يا ما دام يسوع مش موجود في حمى في الاخوة، اخوة بيختترفوا كل شوية قاعد يختترفوا فيها، كل ما يتكلم مع اخوه يختترف. مريض عنده حمى درجة حرارته كبيرة، عيان مرمي ملقح في الاسف في على السرير نايم مرمي، انا خايف عليك تكون قاعد لنا في الكنيسة عيانين. ده احنا مجموعة للاسف الشديد مطروحة واخدة حمى ونايمة. مسكين بطرس، مسكين يعمل ايه؟ حماته ومريضه يعني مع السلامه يعني، بس زعل خايف على مراته تزعل فمتحملها، واحنا نعمل ايه؟ يبقى الاخ بلندا يا عم معلش شيء، عارف بطرس بيتحمل حماته عشان مراته، عشان مراته، لان لو رماها ممكن مراته تقول له طب اروح اعالج امي واقعد مع امي مع بيت ابويا وبتاع. الراجل اعمل ايه؟ رضي بيها وقاعد غصب عنه بطرس هيعمل ايه بحماته المريضه اللي مضروبه بالحمى اللي بتخترف متحملها عشان مراته؟
عندنا اغبى كنيسه وعندك نار كله خطرفه متحمل ليه؟ قلت له لما شمرته تمشي واخواته تمشي والدنيا تقرب خلينا متحملينه. طب واخرتها؟ اخرتها اللي بيخاطب دي خرابها، اخرتها الاخر اللي صوته عالي دي خرابها. صحيح اللي كل يقف كده ويتنطر ويقوم يخرب القعده خرابها. ده مريض بالحمى، شوف له مستشفى مش كنيسه، ودوه مستشفى مش كنيسه، ما تخلوش يعديكم. تعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا مش عارفين، مش لاقيين حل. احنا بصراحه مش لاقيين حل. احنا بطرس لاقي حل يا عيني، نايمه في البيت ماشي ومراته بتخدم ومطروح مالوش حل. لكن الحل الوحيد يا بطرس ان يحلك من التعب اللي انت فيه، ان يسوع يدخل جوه بيتك. فلما دخل يسوع جوه البيت حصل حاجة عجيبة. فسألوه قالوا دي مريضة، يا رب اننا نسألك من اجل كل مرض في بيوتنا، نسألك من اجل كل مرض في عيالنا، تذمر ومرارة وضغوط، نسألك يا رب من أجل كنايسنا اللي فيها ناس مطروحة بمرض الحمى، نسألك يا رب من أجل العمل اللي احنا بنعيش فيه وأصبح مطروح، عاوز يتخدم مش يخدم، ملناش غيرك يا رب تقدر تعمل كده، ملناش غيرك انك تحل المشكلة دي يا رب بنفسك انت بذاتك. انا اثق بنعمة الله ان الله يصنع شيئا عظيما في دخول اليك، زي ما دخل اريحة ففتح عين بارتماوس وفتح قلب بطرس، قلب زكا، فتح قلب زكا، دي قلب مغلق ودي عينين مغلقة. يا رب ادخل الى كنيسنا فافتح عيوننا على المكتوب، مش معلومات خدناها وتوارثناها من فلان ومن فلان، ان ارضى بكنايسنا كانجليين، اصبح عندنا اراء الناس اللي احنا بنهاجم البعض ونقولهم دول بياخدوا اقوال حد. النهارده بقت في اقوال، فلان قال وفلان قال والمفسر فلان قال، بدل ما انك تقعد قدام كلمه ربنا والرب يقول لك الرب قال ليك. ما تقعدش تتريق على غيرك وانت بنفس الوقت بتعمله وانت مش دريان. مرات كتير انك بتتريق على بعض الاجتماعات العادية، واحنا في كنايسنا بنفس الوضع، احنا بقت حياتنا روتين، اجتماع مريض. تقف في الاجتماع من اول الاجتماع، اول ما يبدأ في ترنيمتين ثلاثة معروبين يتبادل بيهم، في اسمي ربنا يسوع اتينا كل نفس وترنيمتين ثلاثة وعظة وترنيمة تخدم وتلم العطا وتمشي. مفيش متى اجتمعتم، لكل واحد مزمور، لكل واحد لسان، لكل واحد اعلام. فين الاجتماع اللي قال عنه الكتاب المقدس اللي بداية الكنيسة، ان الكنيسة كلها خلية واعلانات وكلام الله ونبوات وألسنة ومجد. متى اجتمعتم فلكل واحد لسان. اذا ما كانش مترجم تقعد بس ما فيش وقف اسمه اللسان. النهارده انتهت الاجتماعات دي، خلصت الاجتماعات دلوقتي، بقت معمولة. اصل الاخ فلان زعلان من الموضوع ده،
اصل الدكتور فلان ما عجبوش. احنا مش بنعمل اجتماعات علشان نتمتع بيها بحضور الله. ايه معنى ما نعمل اجتماع؟ فاكر لما كان تابوت الله بيشيلوه ويحملوه والذبايح والدم اللي قدامه كان بيمشي بيها تابوت؟ ليه وصف ازاي يمشي تابوت الله؟ دي داود قال لك ايه يعني؟ ما الفلسطينيين عملوا جابوا تابوت الله وعملوا على عجله جديده. احنا نعمل له حاجه جديده، عجله، نعمل له عجله جديده ونسوق تابوت الله بلا دم بلا ذبايح بلا بتاع، زي ما جابوه الفلسطيني احنا نجيبه. ده يا ابني لا يا داوود، ده تابوت الله اللي كان بيشيلوه وذبايح قدامه. يا عم ما تغرقش الدنيا دم، ما توسخوش رجلينا بالدم ده. كل ما تذبح ما الدم هينزل على هدومنا. احنا عاوزين طريقه جديده زي ما عملوها الفلسطينيين نعمل كده. اجتماعات للاسف بقت مودرن، حاجه جديده اتعملت مش عارف بتمشي ازاي، لكن كانت النتيجه ان اجتماعاتنا فيها مرض. دعي يسوع، دخل يسوع الى بيت سمعان ولقاها مطروحه فسالوه، فيقول الكتاب فوقف يسوع عليهم وامر ان الحمى تخرج فوقف. طب انت قاعد يا رب، وانت قاعد يعني انت لما تقول كلمة دي الحمى تمشي امشي تمشي، لكن الله عاوز يقف في الوسط، في وسط البيت يقف ويأمر الحمى ان تخرج منها. الله يأمر ان الحمى اللي في كنايتنا وفي حياتنا، حمى في عينا احنا، انها تخرج وقوة جديدة تأتي على حياتنا. فيقول الكتاب هاليلويا لما الحمى خرجت، هاليلويا فقامت وخدمتهم، بدأت تخدم. المؤمن اللي قاعد بالكنيسة المطروح قاعد لي يتحكم ويخترب ده مريض، لكن المؤمن الخادم يخدم. الله لما جه قال في طلب في صلاة صلوا ان يرسل فعله، يرسل لعمله فعله مش مديرين مش مفتشين مش ناس عندهم زعامه. لا، الله مش عاوز الناس دي في الكنيسه خالص. الله عاوز بكرمه ناس فعله، والمدبر ده مش بمخ. لا، وقطت لنا مواقف روميا 12 المدبر تدبير روحي مش تدبير، مش بيدير كنيسته زي ما بيدير دكان، مش بيدير كنيسته زي ما بيدير مصنع، زي ما بيدير. انا كنت قاعد مرة في كنيسة ما وشفت الاخ كان بيوم من الايام هو يعني في الشغل بتاعه محقق بيحقق مع الموظفين، فجمع الشباب وقعد يقول لهم وعمل لهم محضر تعيين، وماذا فعلتم يعني؟ وهذا محضر يا ابني ده هم بالنيابة ليه؟ ده بدل ما تاخد الشاب في حضنك وتقول له يا ابني عاوز انا ابوك وانت ولدي وتحتضنه، تعمل له محضر تحقيق في الكنيسة. طيب كم مرة عمل معاك مشكلة ولده فتحت له محضر انت ولدك في البيت؟ لكن تفتح محضر للإخوة، محضر جايب صدقوني محضر، عمل لهم محضر. دي مش معناه اننا ما نقولهمش غلط وده صح، لكن ادي حب، ادي حب وبعدين كلم. يا بطرس قال له نعم، اتحبني؟ قال له ارعى غنمي. ها
انا عاوز اتكلم عن الحب في الاول، لان انا حبيتك وانت وانا بحب راح غالب يعني بديك القياده، حب ليك بعطيك المسؤوليه. انا عارفك غلط، انا عارفك غلط، انا عارفك غلط، بس غلطك يا بطرس انت بتحبني. قال لا، وانا بحب اديك القياده. فقامت وخدمت، قامت لما اتلمست خدمت، لما خدت قوه خدمت. احنا محتاجين في الكنيسة ناس لمسهم الرب يقوموا يخدموا الاخرين. فاكرين لما اتلمست السامرية طلعت تجري وتقول للناس يا جماعة انسانا قال لي كل ما بعد لعل هذا والمزية. جابت البلد كلها وسمعت من الناس من الرب وقالوا مش من كلامك لكن بما شفنا وسمعنا. لكن كانت ليها دور كبير لما اتلمست، جابت الناس ليسوع، جابت الناس ليسوع. وحضرتك في الكنيسة طفشت الناس من يسوع، بطلوا يدخلوا الكنيسة لانهم شافوك. غريبة، غريبة يا أخي، غريبة. إنسان واقع في كل نجاسات الدنيا ورب يلمسها عشان تجيب الناس، وانت كل يوم تسقف وترنم وتقود وعاوز توعظ والناس طفشت مشت، والناس مشت. آه يا رب. رجل الأعمى لما لمس يسوع قالوا له يعني ايه اللي قول لنا اللي حصل، اعطي مجدا. قال لهم في واحد يقول عنه الكتاب، واحد لمس حط طين ولمس عينيه وقال لهم. قالوا له اللي بيتكلم انتوا عاوزين تبقوا تلاميذ لي؟ قالوا له احنا تلاميذ موسى. قال لهم اسمعوا، انا اعرف منذ الازل ان الله لا يسمع للخطاة، وانت علمتونا الكلام ده، لكن هذا الانسان خاطئ السلام لكن اعلم انه فتع عيني، كنت اعمى والان ابصر. انتوا علمتونا وقلتونا ان الله لا يسمع للخطاة، ازاي فتحت عيني؟ وطردوه من المجمع بسبب شهادته. النهارده من كلمة ربنا، اذا تلمست سوف تذهب الى العالم وتكرس، لكن اذا لم تلمس هتقعد في الكنيسة مطروحا بمرض الحمى مع تعب الناس اللي حواليك وتختلف بالكلام. لكن الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفينا كلنا. امين. اطمئن انك ليك غد عظيم سيصنعه الرب معك في الأيام القادمة. قل يا رب اديني نعمة، انا مصدق ان في مجد عظيم جاي، اليس هذه نعمة الله؟